العادة أن الصدر هو محل القلب، وأن القلب هو أعز ما في الإنسان، بل إنه الجوهر. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب الإنساني هو الذي يعطي للإنسان قيمة ويعطيه شان، وهو أكرم ما في الإنسان. حتى اللسان يعتبر تبعا للقلب. حتى قديما كانوا يقولون لسان الفتى، هذا زهير بن أبي سلمى يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. النصف هو اللسان والنصف هو القلب، الباقي صورة لا معنى له. هذان هما جوهراء الإنسان، القلب واللسان. وقد رووا أن لقمان الحكيم وكان عبدا عند سيده أمره أن يذبح شاة وأن يأتيه بأحسن ما فيها، فذبحها وسواها، ثم جاءه بطست فيه القلب واللسان، فقال يا سيدي هذا أحسن ما في الشاة. قال وبعد أيام أمره أن يذبح شاة وأن يأتيه بأسوأ ما فيها، فذبح الشاة وسواها، ثم جاءه بطست إناء فيه القلب واللسان. قال له يا هذا كيف آمرك بأن تأتيني بأحسن ما في الشاة فتأتيني بالقلب واللسان، وآمرك بأن تأتيني بأقبح وأسوأ ما فيها فتأتيني بقلبها واللسان؟ قال له يا سيدي لا أحسن منهما إذا حسنا، ولا أسوأ منهما إذا ساء. لكن العرب يقولون إن الكلام لفي الفؤاد لفي القلب، القلب هو الأصل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإن الكلام لفي الفؤاد، الكلام في القلب، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان إن هو إلا دليل على ما في قلب الإنسان. والصدر رمزية حفظ القلب، الله تعالى جعله ليحفظ القلب، أداة التي جعلها الله تعالى سببا في حياة الإنسان واستمراره. فإذا ما توقف القلب توقفت الحياة، لا يمكن للإنسان أن يحيا دون نبض قلبه. وجعل العلماء في القلب الأحاسيس والمشاعر والإيمان والمحبة والعواطف المختلفة، كلها موجودة في القلب.